تابع الكرة من الأول. بص 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 الكاميرا هتجيبها موضحة أوي، مش موضحة أوي يعني، بس بص الكرة تحت جت تحتية. عمر أنا عايز أقول لك، لا مش سبحان الله، لا مش بإيده، كابتن كانش في إيده حاجة، أتأكد إن هي ما جتش في إيده، بس ما دام الحاجة حصلت يبقى خلاص تتأذى. إحنا هنعيد ال أنت متأكد إن هي ما جتش في إيده؟ هنشوف الفار يا جدعان، ما دام انت متاكد وانا متاكد ان ما جاتش، واللي بره كله ما جاتش، يبقى لازم نحسبها بالعافيه. ما جاتش في ايده، في فار، ارجع لفار.